أهلا بيكم في أول دروسنا لتعليم الأفيد ميديا كومبوزر. أول سؤال هيكون ليه أفيد ميديا كومبوزر؟ أفيد ميديا كومبوزر السوفت وير الرئيسي في مونتاج الأفلام زي ما احنا شايفين والتي في شوز الكبيرة. كتير من القنوات العربية والمصرية اتجهت للمونتاج على الأفيد، وده بيتطلب من المنتجين اللي عندهم فكرة عن الأفيد، وعشان كده احنا عملنا السلسلة دي، سلسلة سريعة بتراجع الأساسيات لمونتاج أفيد وبتحطك على أول الطريق لأن انت تشتغل بالأفيد. أول ما بتفتح البرنامج بيجي لك البروجكت ويندو دي، وبتختار يا اما برايفت. لو اخترت برايفت هيحط لك البروجكت بتاعك في الدوكيومنت بتاعت اليوزر اللي انت داخل بيه، او في الشيرد. لو اخترت شيرد هيحطه لك في الدوكيومنت شيرد، بحيث انه اي حد بيستخدم الكمبيوتر يقدر يشتغل عليها، او اكسترنال سواء لو عايز تشتغل على هارد درايف او تحط المشروع بره. انا في الاغلب بختار الاكسترنال دي، وبتعمل نيو بروجكت، مجرد بس بتسميه وبتختار الفورمات بتاعتك. يعني انا هنا عارف ان هو HD 1080 في 25 فريم، فبتختارها. وطبعا لو انت هتختار فيلم بيبقى عندك الاوبشنز بتاعتك، وبتدوس اوكي وعلى طول بيظهر لك البروجكت ده. لو جيت وقفت عليه وعملت اوكي هيفتح، لو انت مش محتاج مثلا بروجكت زي ده ودوست ديليت على طول بيتدلت البروجكت. ولو انا وقفت على البروجكت اللي احنا عملناه وقلت له اوكي بيفتح البرنامج كده. والبرنامج بسيط جدا في الواجهة الرئيسية، ده على طول اول ما بيفتح بيعمل لك نيو بين، وهنفهم حالا ليه بيعمل نيو بين وايه اهمية البينز دي في الافيد. انت ممكن تريسايز الويندو وتحطها وتجمع مجموعة من الويندوز مع بعض. ده البينز او بيوازي البروجكت بانل في اغلب برامج المونتاج، وفي بتقدر تعمل بيناتك. يعني لو عملت رايت كليك نيو بين مثلا وسميته فوتج، هتلاقي على طول بقى اسمه كده. وانا لو خدت البين ده وسحبته هنا بقوا عندي هنا الاثنين، اقدر ان انا ابدل ما بينهم. المهم بقى هنا اللي لازم تاخد بالك منه انه على السكراتش ده كده ما تقدرش ان انت تعمل نيو سيكونس ولا تعمل امبورت لاي فيديو. يعني انا لو وقفت هنا ما عنديش امكانيه غير ان انا افتح بن او اعمل نيو بن. ايه حكايه افتح بن دي؟ زي ما احنا قلنا ان البنز مهمه جدا في الافيد اكتر من اي برنامج تاني. يعني نقدر نقول ان برنامج الافيد الكور بتاعه او قايم على البنز، لكن مثلا لو بصينا للفاينل كات او البريمير فهو قايم على البروجكت. البن دي ممكن انت تنشئ بن وتشتغل عليها، يعني عشان تعمل حلقة من برنامج أو حاجة أو من مسلسل، وتحط الفوتج بتاعتك والسيكونس في بن، وممكن واحد تاني جاي يعمل تنويه أو برومو للحلقة دي يعمل امبورت للبين بتاعك حتى لو مش فاتح المشروع بتاعك. فهنا البن بتقدر ان انت يشتغل بيها اكتر من حد، ولذلك البنز مهمة جدا في الافيد. اول حاجة انت مثلا عايز تعمل نيو سيكونس وانت جوه الفولدر بتاعك، انا اقدر اعمل رايت كليك وهنا زي ما انتم شايفين الاوبشنز بقت كتيره، نيو سيكونس، وعلى طول فتح لي النيو سيكونس في التايم لاين، والتايم لاين لسه فاضي لان احنا ما عملناش اي امبورت. دول كومبوزر ويندوز، ودول يعني هتلاقيهم زيهم زي الموجودين في كل البرامج. ده السورس مونيتور اللي بتعاين فيه اللقطات وبتحدد الان والاوت علشان تدخلها التايم لاين. ده هيبقى الاوت بتاع التايم لاين اللي هتشوف فيه الاوت بتاع التايم لاين، وده زي ما قلنا البروجكت بانل. وكمان عندك فيه مجموعه من الاوبشنز هنا، السيتنج، والسيتنج دي بتاعت كل البرنامج لو انت عايز حاجه بتدور عليها، او الاسهل ان انت تكتب اول حاجه. يعني مثلا انا عايز السيتنج بتاعت الكيبورد، لو دوست كي هيجيب لي الكيبورد على طول، ولو عملت دبل كليك هيفتح لي الكيبورد علشان اعمل اللي انا عايزه فيها. هقفل. عندك كمان الافكتس والترانزيشنز موجوده كلها هنا. عايزين بقى نتكلم ازاي نعمل جلب للملفات او استيراد للملفات او امبورت للملفات. هنا عندك اكتر من اوبشن. يعني انا لو عملت رايت كليك كده عندي امبورت، ان انا اعمل الامبورت التقليدي، وفي الحاله دي لو دوست عليه بيجيب لي ويندو بختار فيها الملفات اللي انا عايز اجيبها والفيديو ريزوليوشن اللي هياخدها. وهنا بقى مهم تفهم ليه فيديو ريزوليوشن، لانه هيعمل ترانسكودنج للماتيريال ده وبالتالي هياخد وقت. وعلشان كده انقسم المونترين اللي بيشتغلوا على الافيد لنصين في الراي. يعني في ناس بتحب موضوع اللينك ده خصوصا في الحاجات السريعه والمشاريع القصيره، اما الحاجات الطويله المهمه بيحبوا يعملوا ترانسكودنج. الفرق ما بينهم هو ان الترانسكودنج او الكونسوليديتنج
واتيفر هو ايه، وهنتكلم على الاثنين. بيحول الماتيريال الام اكس اف اللي بيحبه الافيد، وبالتالي بتاخد اقوى ستابيليتي واقوى بيرفورمانس من البرنامج. اما اللينك للميديا فده ما بياخدش الميديا جوه البرنامج، بس بيشاور او بيعمل اشاره، فايل اشاره كده لمكان الميديا ده علشان تشتغل عليه، وبالتالي مش اقوى حاجه. هنا سريعا هنبص للاوبشن بتاعه الامبورت ايمج سايزد فور كارنت فورمات، ودي انا يعني ايه بحبش اجيبها لو عارف اني الفيديوهات بتاعتي مش نفس السيتنج بتاعي. انت فعليا تقدر تاخد اي فيديو او اي فورمات وتميكس فورمات على التايم لاين، لكن دي لما بتاخدها وانت مثلا عندك الفيديوهات بتاعتك 16:9 وفي فيديو 4:3، اللي هيحصل انه هيعمل ستريتش وسكويز وهيبوظ لك المعالم الصوره خالص. فبيبقى عندك تو اوبشنز، هنسيب بقى دي خالص يعني مش مهمه لينا خالص، وهناخد دول دونت ريسايز سمولر ايمجز، وزي ما الاسم واضح انت مش عايزه يعمل اي ريسايز من اي نوع للفوتج، جيبها زي ما هي. وانت بقى وانت شغال هتحط وراها باك جراوند او هتعمل زوم او وات ايفر هتعدلها ازاي، او تقول له ريسايز ايمجز تو فيت فورمات. يعني هنا انت بتقول له ريسايز للايمج او الفيديو بتاعي بس ما تبوظش الاسبيكت ريشيو بتاعته، ولو ما كانش مظبوط سيب يمين وشمال بلاك او فوق وتحت او وات ايفر هو ايه اللي حاصل، ولكن ما تبوظش ايه النسب بتاعته. طيب اللينك ميديا واللي هي مناسبه اكتر للحاجات السريعه زي ما قلنا، وشغل التقارير وشغل كتير قوي، وكمان نقدر ان احنا في اي لحظه نعمل لها ترانسكودنج او نحولها للام اكس اف. هنجيب ازاي؟ انا هعمل رايت كليك وهقول له لينك ميديا، لينك تو ميديا. وهنا عايز اقول لكم انه يعني اعتقد من بعد فيرجن 8.4 بقى فيه اختلاف شويه، يعني هو كان فيه لينك تو اي ام اي اللي هي افيد ميديا اكسس، وهنا هي نفس الفكره عشان ما تتلخبطوش، اللي هيلاقي دي او دي هي واحد لينك تو ميديا، وعلى طول يفتح لك الويندو دي. وانا لو جيت مثلا عارف ان الفولدر بتاعي موجود وهقول له اوبن، على طول دخل لي الماتيريال. بس ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل زي ما انتم شايفين انه دخل الماتيريال وجنبه سلسله كده علشان يقول لي انه هو مربوط او مشاور على هذا الماتيريال ومدخله بالاي ام اي، فما هواش جوه البرنامج فعليا، لكن تقدر ان انت تمنتج وتجهز. طيب في ناس بقى بتقوم عامله ايه؟ بتاخد الماتيريال وترتب وتعمل المونتاج المبدئي، وبعدين تيجي على السيكونس بتاعها ده وتروح عامله رايت كليك وتقول له كونسوليديت اند ترانسكود، وبيفتح لك الويندو دي. الفرق ما بين الاثنين كونسوليديت وترانسكود بسرعه، الكونسوليديت دي بتبقى عامله زي ما بتكون اعاده تغليف للفايل بالغلاف اللي هو الام اكس اف. انا عارف ان الموضوع ممكن يبان معقد شويه، ولكن عشان اسهل عليكم دي بتشتغل مع فورماتس معينه، وبالتالي الافضل ان انت تكون في الترانسكود. والترانسكود هنا بيديك شويه اوبشنز، يعني بيقول لك كريت نيو سيكونس، انا افضل ان انت تعمل نيو سيكونس، هيعمل نفس السيكونس ده بنفس الماتيريال ولكن بالماتيريال الاصلي محوله، وهيديك هنا الهاندل. والناس اللي بتمنتج عارفه ان الهاندل دي يعني زي كده ايه زياده في الماتيريال يمين وشمال 50 فريم، لو انت حبيت تطول او تاثر او تعيد اديت حاجه يبقوا معاك دول. ترانسكود اونلي لينكد ميديا، يعني لو انا مدخل شويه اي ام اي على شويه عملت لهم امبورت، لما تيجي تحول الاي ام اي بس فقط. وهنا كونفرت تو بروجكت فريم ريت، هنا بقى بتختار الريزولوشن بتاعتك، وعندك مجموعه كبيره جدا من الفيري هاي كواليتي اللي هي 1:1 ام اكس اف، يعني بدون كومبريشن بدون اي ضغط، لغايه الاتش دوت 264 بروكسي اللي هي مضغوطه جامد جدا علشان تختار اللي يناسبك منهم. تختار الدرايف اللي هيحصل فيها الموضوع، وممكن تقول له ران ان باك جراوند، يعني اعمل لي السيكونس ده في الخلفيه بينما انا لسه شغال على السيكونس بتاعي، ولما بتعمل ترانسكود بيحول لك الماتيريال. طيب في بقى هنا حاجه، احنا لو جينا سحبنا ده هنا، لو جينا نشوف ده ليست فيو، يعني لو كبرت شويه كده ده ليست فيو، عندنا اكتر من فيو في كل البرامج في الامبورت ليست فيو اللي بيديك معلومات عن الفيديو اللي انت جايبه، تاريخ واوبشنز. لما ترايت كليك تشوز كولومز على طول بيديني اوبشنز انا عايز ايه او مش عايز ايه منهم، اختار ان انا يبقى عندي مثلا المكان درايف ديوريشن انا مش محتاج كذا او كذا، تقدر ترتب الكولومز الموجوده هنا. طيب عندي كمان الايكون فيو، وفي الايكون فيو دي انت تقدر ترتب الستوري بورد بتاعتك، يعني لو حطيت ده هنا كده وده هنا فانا كده كاني برتب الستوري لاين، لما هاخدهم احطهم في التايم لاين هيجوا بالترتيب اللي انا عايزه. طيب احنا عارفين ده غالبا كل برامج مونتاج فيها ده وده، هنا بقى عندنا اوبشن تالت
ده ان انا اشوف الايكون فيو دي، وكمان اقدر ان انا ازود تكست او داتا، اقول مثلا ده محتاج اسال فيه المخرج، ده محتاج كلر كوركشن، ده محتاج اشوف له بديل، ده كذا وات ايفر ايه، علشان بعد كده ممكن اسيرش بيه. كمان عندك الفاست منيو دي، والفاست منيو دي موجوده في كل الواجهه، يعني الويندوهات بتاعت الواجهه اللي فيها الاوبشنز بتاعت الويندو اللي انت فاتحها. وطبعا لو عملت دبل كليك على طول بيفتح لك فيه السورس مونيتور، وتقدر ان انت تحدد الان والاوت بتاعك علشان تشتغل فيه. وده هيكون موضوعنا في الفيديو اللي جاي، ازاي نحط الماتيريال جوه التايم لاين والطرق المختلفه، ونبتدي نعمل تحريك للماتيريال ده جوه التايم لاين واديت وتفاصيل تانية. تابعونا.